أم سيدنا موسى عليه السلام استندت للأعشاب عشان تخلي الرضيع نايم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما المولود كان بيصحى كانت بتخلي هارون وأخته يعملوا ضجة عشان صوتهم يغطي على صوت المولود، والأيام الأولى دي عدت كأنها سنين من كتر القلق، لأن الخوف ما كانش بس من جنود فرعون، لا وكمان برضو كانوا خايفين من الجيران، لغاية لما جالها وحي من الله إنها تاخد صندوق من الخشب وتربطه بحبل، والبيت اللي هي كانت قاعدة فيه كانت على النهر مباشرة، فجابت حتة خشبة ربطت الحبل فيها ووصلته بالتابوت ووضعت ابنها في التابوت ده، فكان كل ما يجوع تسحب الصندوق بالحبل ترضعه وترجعه الصندوق تاني وتحط الصندوق في المية وهكذا عشان صوته بس ما يطلعش بره البيت. لكن للأسف جه اليوم اللي هي اتكشفت فيه، واحد من الجيران بلغ عنها وعن طفلها بعد ما كان بيراقبهم في خبز، فراح قال لحملة فرعون. طبعا لما جم جنود فرعون خبطوا على الباب، والأم في رعب شديد وخوف، خدت طفلها وعايزة تحطه في الصندوق اللي هو التابوت اللي هو المخبأ السري، نسيت تربط الحبل فالصندوق مشي مع تيار النهر. فلما الجنود دخلوا عشان يفتشوا في المكان، في واحد من الجنود راح يفتش في المكان اللي هي متعودة تخبي فيه الطفل عند النهر، فقلب أم سيدنا موسى انقبض، بس الجندي اللي راح يشوف المكان ده ملقاش حاجة وراح يدور في مكان تاني. فلما هم خلصوا تفتيش وملقوش أي حاجة، راحت الأم عشان تطمن على التابوت اللي فيه الطفل، لكن لقيته ماشي مع طيار المية وفضلت ساكتة ومنهارة. ولما الجنود خرجوا خافت تخرج ليكونوا مراقبينها، فطلبت من بنتها تراقب الصندوق وتشوف هو هيقف فين. فطبعا التابوت فضل ماشي لغاية لما وصل قصر فرعون نفسه، فأخته في اللحظة دي ما كانتش عارفة تعمل ايه، يعني نجا من قبضة ايد جنود فرعون عشان يقع تحت ايد فرعون شخصيا، فراحت تجري على الأم عشان تقولها، فبكت وانهارت. كان في عند القصر جواري شافوا الصندوق ولقيوا صوت غريب فيه، صوت طفل صغير، فواحدة فيهم مسكت التابوت وخافت تفتحه لما سمعت صوت الطفل. ريت قبل ما نكمل كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا إله إلا الله، ونقول كلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقالت لزميلاتها وراحوا بيه للسيدة آسيا زوجة فرعون. فالسيدة آسيا زوجة فرعون لما فتحت الصندوق لقيت طفل صغير كان له وجه جميل، فحبته وعاطفة الأمومة غلبتها، وقالت ما أعظمه من هدية، إنه هدية السماء لي. فطبعا الجواري قالوا لها ماذا نفعل به، فقالت السيدة آسيا نحتفظ به. ولما دخلت بالطفل الرضيع القصر فرعون شافه فغضب جدا وأمر بقتل الرضيع فورا، فبكت السيدة آسيا وقالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأشار فرعون لجنوده بالتوقف والانصراف فورا، على الرغم من غضب فرعون الشديد لكن هو ما كانش مهتم وما كانش واخد باله انه هو ده الخير المنتظر من بني اسرائيل. المهم عمران والد سيدنا موسى حاجب القصر عرف اللي حصل، بس هو ما استوعبش الموضوع الا لما بنته جت قالت له ان الصندوق وقف عند قصر فرعون. في الوقت ده عمران عرف ان الطفل اللي دخل القصر وعمل المشكلة دي هو ابنه، فعمران قال لبنته تطمن امها، لان السيدة آسيا قدرت تحافظ على المولود من شر فرعون. لما عدى شوية ساعات كده المولود الصغير حس بالجوع، فالسيدة آسيا امرت باحضار مرضعة ليه. وان شاء الله باذن الله هنكمل الحلقة الجاية. وفي اخر الفيديو ياريت لو احنا على اليوتيوب نشترك في القناة، ولو احنا على الفيسبوك نعمل متابعة على الصفحة. ياريت كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا اله الا الله، ونقول كلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.